ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف في فيديو جديد. فيديو النهارده مصطفى النسر فلت انا نقطة فلت اوكي، هي بالته مرتين او تي مرتين، اوكي فلت. ما علينا. طبعا معز بعت لي الاغنيه دي وقال لي ان هي دريل، اوكي. ف اوكي انا في ناس كانت قالت لي ان في اغاني تانية دريل ونسيت يعني اخدهم احطهم عندي في الليستة، فيا ريت لو حد يعرف اي اغنية دريل تاني يداني تاني، اوكي. لو حد كتب لي تاني انا اسف، اوكي. يا ريت تعرفوني. ما علينا، خلينا نخش على الاغنية ونشوف الاغنية دي بتتكلم عن ايه، عشان هي دقيقتين ونص صغيرة جدا، اوكي، مش هناخد وقت، اوكي. فيلا ليتس جو. في غنش اولا لا موسيك، تظهر موسيك تحت، بصوا ايه انا عارف. برو انت قلت لي ان دي دريل، انا حاسس انها هسمع شعبي. اوكي هي دي بتاع دريل، اوكي والحته بوم دي، اوكي خلينا نسمع من الف. هو انت حمل مشاريب علشان تتكلم، الواد ده مغفل ظبط لقطه وجلد. سمعت حاجه زيها، كانت بريتش تقريبا، لو افتكرها، ومشهوره مش عارف ايه ديور مش عارف، تقريبا حاجه زي كده. دور كانت نفس الستايل برضو، دي غني اللي هو النبحه دي نفس الستايل، بس ما كانش فيني اللي في الاول بتاعت الشعبي دي. اكيد نطط لما في لحظه تملك، وما يعرفش انه اتحط في حزب ميت، متسربع في الطريق، ارجوك ما تعطلنيش على المشوار زي جون وين، ما تجيش على سكه انا اصلا جدار، هفكس لك دغري لو جاي في 600 شحت في شابتر، مفيش امان ليك طول ما انت ماشي بتعبد لي في ارقام، انا شفت ايه ومحدش حس، الشارع علمنا كون مع الحق، شكلها في البيت ربيته على الحق، ما شفتش شكلها في البيت ربيت على الحاج. حاجة جامدة فشخ. كيف الدخول معايا كلها بتجيلي بالعكس، أنا صاحب اللعبة ودي سكويد جيم، أنت صوتك إزعاج هصفر الجين، أنت بتيجي على السن وتعيط ليه؟ ما طبيعي مش أفكر أسمع عليه وهركنه، هاتلي كبير هردمه يحكوا يتعلموا لساني وهركنه، هاتلي كبير هردمه يحكوا يتعلموا، روحوا الكويت اتعلموا لساني طويل زي في هات لي كبير هردمه يحكوا يتعلموا لساني طويل زي فينو، اصغرنا بيفوق مش محتاج اشوق، ما قارنش وقت بوقت، ما حدش فيكوا قدم نجده، ياما الضرب كان في معتل، وانا غبت شويه فالعيال دي فلتت، بغني كذا شكل وكذا رتم، اول مصر فيكوا غنى على دريل، انت كنت اول مصر فيكوا غنى دريل، ليتس جو ليتس جو. بس انا اعتقد لو في ناس كتبت لي كذا اغنيه، اكتبوا لي والنبي اكتبوا لي كذا اغنيه دريل، اوكي جايز اعملها بكره، جايز تنزل واحده منهم بكره، اوكي جايز مش اكيد، بس اكتبها لي عشان هحطها في لسته، اوكي عندي هكتب دريل، لسته دريل تبقى موجوده، بحس ان ابقى عامل اختلاف لو في كذا اغنيه دريل، ممكن مثلا اغنيه دريل واغنيه عاديه او اغنيتين عاديين، ممكن ابقى اعمل كده مثلا ايام، ابقى احدد كده اخلي ايام للدريل، او اخلي مثلا في اليوم واحده دريل والباقي راب عادي، فممكن. اوكي المايك وقع، بس بغني بكذا شكل وكذا ريتم، اول مصر فيكو غنى على دريل، انت تتع بلغي عجد عن الشله كرفت، جه فوقها بس على شت، انا زي السقا جوه اي فيلم، زي السقا جوه اي فيلم. انت قصدك على اسمه ايه؟ بيومي فؤاد، كان قصدك بيومي فؤاد مش احمد السقا. ما تعولش بقك انا لساني بازوكا، لو كلمت حد فينا هشوطك، الفلوس اللغة والمحبة مشهورة، يسرق افكار يقعوا من على الماسورة، عامل قلم انا في اوضتي، حبيبتي انا ذكائي مفرط، في العادي شاكة بس مجرم،
ما رجعش الا تفو من بقي. الاوت فرح بابا الله ملك بيسموني سكوت. روحي سرحانة من غير سكوت. كلهم ملايكة ما نشطوت. الاوت فرح بابا الله ملك بيسموني سكوت. روحي سرحانة من غير سكوت. كلهم ملايكة ما نشطوت. اوكي اوكي هي الاغنيه مش واو. اوكي هي اوكي مش حلوه فاهم. مش زي ما انا كنت مفكر دريلا تبقى الاغنيه بوف. اوكي وغير كده حاسس ان هي واخد من اغنيه انجلش سمعتها قبل كده. اوكي فاللي هو انا مش حاسس ان انا بسمع حاجه جديده فاهم. مش لو دريل مثلا جديد قلت اوكي في مصر العرب عامة. لان بصراحة هو لما قال دريلا انا قلت هيبقى من الخلايجة بصراحة. اكون معاكم صريح كنتش مستعد اصلا ان اسمع مصري فلان الخلايجة ما شاء الله عليهم بصراحة جامدين فشخ. اوكي اين كان بقى منين ما علينا. بس دريلا هو بيقول انا اول واحد غنيت دريل فياريت بالمناسبة دي الناس تكتب لي اغاني دريل ياريت عشان ايه نعرف مين الاول اللي غنى دريل. اوكي عشان لو مش هو يبقى الكلام اللي هو قاله ده في الاغنيه دي ملهوش. اوكي 2021 ديسمبر 8 ديسمبر. اوكي 8 ديسمبر لسه ما علينا. الاغنيه لسه نازله والناس كانت كاتبه لي قبلها اصلا اغاني دريل كانت كاتبه لي قبلها قبل 8 ديسمبر. اوكي اوكي المفروض ان هو برضه اول واحد يغني دريل المفروض يبقى طريقته مختلفه ما يبقاش شبه حد او يختار فلو تاني مختلف محدش غنى عليه فاهم او طريقة تانية. ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا. الى حد ما اغنية مقبولة مش واو مش اللي هو ممكن اسمعه اقول اه اوكي دريل بقى بقينا نعمل اغاني دريل واو بتاع ده. لا مش 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 ده في اغنيه انا قلت ان هي دي دريل ومش عارف ايه قعدت اسالها هو ده دريل. دي كانت عجباني فعلا دي كانت عجباني عجباني يمكن اكتر من دي. اوكي ما علينا ده كان رياكت يا دي الليله بقيت انسى نسينا اتعود وابقى اجي في النص بعد كده لوحدي من غير ما بس انا بنسى بقعد في الاخر على طول فاهم. ما علينا ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس.